رجعنا لحضراتكم ولسه معانا الدكتورة دعاء زكريا، ولسه بنتكلم عن فيروس كورونا، ازاي نحمي نفسنا، ازاي نقي نفسنا، وايه الاعراض، وايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش. دكتورة دعاء، يعني التقرير كان فيه مجموعة من المعلومات معظمها صحيح. في حد لفت نظري وهو بيقول انه لازم ناخد دوش كل يوم، ده حقيقي؟ واحنا جايين من الشارع احنا مش عارفين احنا تعرضنا لايه. في بروتوكول لازم كل ام تعلمه لاسرتها وتحافظ على اسرتها. طب خلينا بقى في البروتوكول ده من اول ما دخلنا من باب الشقه بالظبط كده، خطوه خطوه ومنتهى البساطه. اول حاجه الاحذيه مش مفروض تفرش، هيبقى في فوطه مبلوله يفضل انها تكون مبلوله بكلور على باب الشقه على الدواسه، نمسح فيها الحذاء الرجلين. والحذاء يتقلع اقرب حاجه لباب الشقه. تمام. بعد كده اول حاجه هنعملها هنتوجه للحمام. طبعا اقل حاجه مقبوله غسيل الايد والوش، ولكن المفروض ان احنا نغير كل هدومنا وناخد دش. طيب الهدوم اخبارها ايه؟ الهدوم لازم نتخلص منها، يا اما نغسلها، لو مش هتقدر تغسل كل هدومك كل يوم على الاقل تتنشر في الشمس 12 ساعه، لانه الفيروس ده اللي بيتقال عليه ان هو ممكن يعيش على الانسجه الفتره دي. بالنسبه للرجاله لسه الدبليو اتش او منزله امبارح ريكومنديشن او توصيه ان هو يفضل ان هم يحلقوا دقنهم، لانه مكان الشعر ممكن الفيروس يبقى موجود فيه. طب السيدات بقى هنعمل ايه؟ ينفع نغسل شعرنا؟ اوكي، ما كانش ممكن نعرضه لسشوار علشان على درجه عاليه علشان نقدر نموت الفيروس. مش مقبول ده بشكل يومي بعد ما نرجع من البيت. احنا اوكي، ده احنا كل ده بره، وانا بره وراجع البيت انا تعرضت للفيروس، فانا تمام. طول الوقت عايزه احافظ على بيتي نضيف متطهر بالكلور، وفي نفس الوقت اللي جاي من بره دوت ما يجيبش معاه حاجه. ايوه. الضوافر مهم جدا جدا، مش وقت خالص نطول ضوافرنا بالظبط وكده، لازم نقصر ضوافرنا. كل ام تتمم ان اولادها مقصرين ضوافرهم، والستات يقصوا ضوافرهم، لانه ببساطه ممكن يبقى موجود تحت الضوافر ما يوصلوش بسهوله واحنا بنغسل او بنعقد. طبعا مشكوره حضرتك قدمتي فقره هايله على غسيل الايدين. غسيل الايدين هو اهم حاجه، المطهر اللي الناس موتة بعض عليه وبقت باع سوق سودا، قيمته الوحيده انه ممكن يحل محل غسيل الايدين. لكن اي حد عنده فرصه يغسل ايديه لازم يغسل ايديه. ايوه طبعا، بعد اسهل حاجه وارخص حاجه اي شيء. لا، وكمان اكثر كفاءه بالذات لو اتعمل بالطريقه الصح. قولي لي بقى الادويه اللي الناس عندها هلع وعماله تاخد ادويه كحه بشكل مش طبيعي وهي ما بتكحش اصلا. لا، دي مشكله كبيره، عايزين نجمع موضوع الادويه كلها في نقط. طيب اول حاجه ناخد ادويه على شكل احترازي ولا لا؟ طبعا غلط، بالذات أدوية الكحة كارثة إن الواحد ياخد أدوية تمنع الكحة، لأنه أساسا الكحة ده رد فعل مناعي ربنا عمله في جهازنا التنفسي عشان أي حاجة وحشة دخلت تضطرب. فمش مقبول خالص أدوية كحة أو حتى حاجة تأثر على البلغم إلا بأمر طبيب يكون فحص الحالة. طيب لو أنا حسيت بأي أعراض، ما بنستخدمش غير المادة العلمية بتاعت الباراسيتامول. ممنوع المسكنات، برضو الـ WHO نزلت تحذير إنها احتمال كبير جدا تكون خطر وبتساعد على الفيروس. بعض الأدوية بتاعت الضغط عليها أبحاث، فالمريض الضغط ينفع إن هو يتصل بالدكتور بتاعه ويناقش معاه فكرة إن هو يعدل الدواء بتاعه. نرفع المناعة إزاي؟ ثلاث حاجات ممكن نحتاج ناخدها على شكل سبلمنت أو مكملات تحت اشراف طبيب. اللي هياكل اكل صحي وكان بياكل اكل صحي غالبا مش محتاج. الزنك، فيتامين سي، وفيتامين دال، بالذات ان احنا عندنا مشكله كبيره في نقص فيتامين دال، فيصح لو في حد استشار دكتوره وعنده نقص فيتامين دال ياخد المكمل الغذائي. غير كده البلبعه والادويه عمال على بطال، بالعكس ممكن تاذي اكتر ما تنفع. طيب في بعض الناس، ودي النسبة مش قليلة، بيتعاملوا مع حيوانات بشكل مباشر. كل معظم البيوت فيها قطط وفيها كلاب. تمام. في بعض الناس بتمشي قططها وكلابها دلوقتي انها خايفة. تمام. وفي البعض الاخر لا، سايبهم في البيت وبيقول دول في البيت متطعمين ما بينزلوش في الشارع. الصح نعمل ايه؟ هقول لحضرتك رأيي بأمانة، هرجع لأول جملة، احنا حتى هذه اللحظة لا نعلم كل شيء عن الفيروس، لكن هذا الفيروس بقاله في الدنيا على الاقل خالص 4 شهور، اتدرس كويس جدا، واحنا بنستقي معلوماتنا من الـ WHO اللي كل الدراسات بتتجمع عندها. حتى هذه اللحظه وانا قبل ما اجي لحضرتك عملت تشيك على الموقع بتاعهم عشان اشوف لو في حرف جد، ما بيحذروش خالص، بالعكس بيقولوا الحيوانات الاليفه اللي معانا ما لم يثبت باي شكل من الاشكال انها بتنقل الفيروس.
دي حاجة، حاجة إنسانية بقى أنا بقول عن نفسي من لا يرحم لا يرحم. أيوة. فإحنا الحيوان الأليف اللي عايش معانا فترة لغاية دلوقتي وإحنا مش عارفين إن هو ممكن يكون مضر، فكرة إن إحنا نرميه في الشارع دي أنا إنسانيا ضدها. لكن برضو إحنا مش عارفين كل حاجة، لكن حتى هذه اللحظة كل الحيوانات الأليفة بريئة تماما من نقل الفيروس. طيب كمان في بعض الناس، حضرتك قلتي الشعر الراجل يحلق دقنه، يفضل الست تعمل شعرها بدرجة حرارة عالية. لو خدنا دش بعد ما رجعنا البيت حلو قوي، أحسن حاجة في الدنيا. اللي مش عايز يغسل شعره كل يوم مفيش مشكلة، يعرضه للحرارة برضو مفيش مانع. لو حطينا حتى لو حد مش محجب بس يحط إشارب، لأنه إحنا عندنا مشكلة الفيروس ده بيعيش فين. الفيروس ده مش كائن حي اساسا. طب احنا دلوقتي لسه بنروح للكوافير او للحلاق نعمل لا ايه؟ لا ده الكوافيرات قفلوها. لا ما قفلوهاش. ما قفلوهاش. خدي بالك من اي حاجه تخلي فيه قرب بيني وبين اي شخص. لازم يكون بينك وبين اي شخص في التعامل متر. الصين لخصت تجربتها اللي تعتبر ناجحه في التخلص من الفيروس بكلمه واحده بس: تعامل مع كل شخص انت بتقابله على انه مصاب، وخليه يتعامل معاك على انك مصاب. فاي حاجه تستلزم القرب، مشوار الكوافير ممكن يتاجل، اي حاجه ينفع تتاجل تتاجل. لا انا كنت عايزه اقول حاجه بخصوص بصي الموضوعات كتير والاسئله كتير، اي حاجه تخطر على بالك حتى لو انا ما سالتهاش قوليها. فخلينا نتكلم قبل ما تفتكري الموضوع بتاعك برضو من بعض الاسئله اللي الناس قالت عليها واللي موجوده في السكريبت. احنا دلوقتي بنحذر من ان الناس تنزل في الشارع، ليه نقعد في البيت؟ حلو، ده سؤال مهم جدا، وهو ده اهم حاجه، وهي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن ان شاء الله تخلي الكابوس ده يعدي على خير. احنا زي ما اتفقنا معظم الناس هتاخد الدور بسيط جدا. لما هو بسيط جدا عند معظم الناس، واحنا نتميز بان شعبنا الغالبيه العظمى منه شباب، فان شاء الله ان شاء الله هنعدي. ليه لازم نقعد في البيت؟ ليه الشاب الكويس جدا وصحته كويسه وانا مش قلقانه عليه بقول له ما تروحش الجيم، ما تقعدش على القهوه، وما تقعدش في تجمعات؟ ليه؟ لسببين. احنا لما بناخد العدوى احنا بننقلها من غير ما ناخد بالنا لاطراف تانية ممكن تكون ما تتحملهاش. ايوه. وفي نفس الوقت احنا لو عملنا كده كتير وبسرعه بسرعه جدا هينتشر. طب وايه المشكله ما ينتشر ويرخص؟ اللي هي نظريه مناعه القطيع اللي تبنتها انجلترا 3 ايام وبعد كده زمان لما كان طفل يجي له حصبه كانوا يقعدوا الاطفال كلها مع بعض يقولك يجي لهم مره واحده ويخلص. اسمها هيرد اميونيتي او نظريه مناعه القطيع، وفعلا هي دي اللي قالتها انجلترا 3 ايام وبعد كده رجعوا في كلامهم. ليه؟ لانه في مناعه القطيع دي 5% من الناس بيحتاجوا مستشفيات، بيجي لهم صعوبه تنفس واحتمال كبير يحتاج يدخل مستشفى، وفي احتمال كمان ان هو يحتاج دخول رعايه مركزه وجهاز تنفس. المستشفيات مش هتقدر تغطي، نظامنا الصحي لن يتحمل هذا، فبالتالي هيحصل مشاكل كمان على انهيار الرعايه الصحيه. في عندنا عجز في الاطباء، عجز في تمريض الرعايه المركزه، عجز في اجهزه التنفس الصناعي، ارهاق الجهاز الصحي كله، ده ارهاق. وترتب عليه ايه بقى؟ مشاكل اقتصاديه ومشاكل اجتماعيه. فالحقيقه مفيش احسن من ان احنا الكيرف بتاعنا نخليه مسطح، بدل ما نطلع كده نطلع بالراحه عشان ندي فرصه للوقايه، ندي فرصه للنظام الصحي ان هو يستوعب الحالات. انا النهارده لما يبقى عندي 10 مصابين هعرف احطهم في مستشفى عزل، هعرف اخد بالي منهم، اللي هيحتاج منهم جهاز تنفس صناعي هكون موجوده. لكن لما يبقوا 100، لما يبقوا 1000، 80% من الناس و90% من الناس هياخدوه على رجليهم، لكن هينقلوه ل 5%. طب احنا 100 مليون، فالعدد هيبقى كبير. عشان كده لازم نقعد في البيت، لان الفيروس ده ليس كائن حي. دي الحكايه اللي انا كنت عايزه اقولها لحضرتك. هو دايما محتاج عائل، العائل ده هو احنا، فهو محتاج طول الوقت ان هو ينط جوه جسمك. فاذا طالما هو ملوش رجلين يمشي بيها، انا ما اكونش رجليه، ما نقلش من حد لحد، ناخد بالنا من احنا ما نعملش لبعض العدوى. ايوه وده مهم. طيب كمان الاطفال والسيدات الحوامل بيقولوا برضو ان يعني بصي اصل يعني ما فيش حاجه اكتر من ان المدارس اتقفلت والجوامع اتقفلت وكل القواضي والمحاكم اتقفلت وكل الحاجه، يعني الدوله الحقيقه بتحاول انها تدي تعليمات صارمه جدا وبتدينا يعني الحقيقه الدوله عامله اللي عليها. اقعدوا في البيوت ما تذاكروش ما تتعلموش. عشان كده بقول هي معركه وعي. الناس أيوة لازم تفهم ولازم احنا لازم نبقى عارفين ان احنا فعلا ما ننزلش، بس في بعض الناس بتنزل
وخصوصا لما تبقى ست حامل او طفل لحد بيبعت ابنه يجيب حاجه. تمام. نعمل ايه؟ لا الاطفال احنا بنقول لغايه دلوقتي هم محميين، مناعتهم كويسه، لكن انا مشكلتي مع الاطفال ان هم ببساطه ممكن ياخدوا العدوى وينقلوها للكبار. مشكله المشاكل لما الاطفال قعدوا في المدرسه والستات نزلوا البيت ان الاطفال قعدوا مع جد وتيتا، ده خطر جدا، وعشان كده اعتقد ان الدوله تدرجت هذا الموضوع والسيدات اللي حاضنات قعدوا في البيت. فالاطفال مش قلقانين عليهم، الحوامل ياخدوا بالهم قوي 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 زي ما بقول لحضرتك، احنا مش عارفين عنه حاجه النتائج. فمفيش واحده ست كانت حامل وولدت اصلا في زمن الكورونا، هي القصه كلها 3 شهور، فاحنا ناخد بالاحوط، ولما نبقى قلقانين بزياده مش هيحصل حاجه. فانا بعتبر الحوامل من الناس اللي لازم تقعد في البيت. عايزه اكلم حضرتك على الجوانتي والكمامه، لان في انت اديتيني الحق ان انا اقول لحضرتك المعلومات اللي هي لازم تتقال للناس. اي حاجه تيجي على بالك قوليها. بالنسبه للكمامه الكلام فيها مهم جدا. ليه؟ لانه ال WHO لغايه امبارح بتقول ان هو مش بيتنقل عن طريق الهواء، لكن احتياطات نقل الهواء اللي هو بنسميها ايربورن ديزيز كامله لازم ياخدوها الاطباء. اذا الكمامه ليس لها معنى الا في ظروف معينه. ايه هي؟ اكون طبيب بتعامل مع حالات، اكون واحد باخد بالي من حاله، يعني عندي حاله في البيت مشتبه فيها، عندي برد، او مضطر لسبب غصب عني اني اتواجد في مكان مزدحم بيني وبين الشخص اقل من متر. ليه؟ لانه حتى هذه اللحظه الطريقه اللي فاهمينها عن انتقال العدوى انه عن طريق الرذاذ اللي بيطلع من الجهاز التنفسي، عن طريق العطس او الكحه، ممكن يتنقل على الاسطح وانا اخده بايدي. أيوة. طيب لو انا قاعده جنب انسان بيني وبينه اقل من متر، انا ممكن اعطس، الرذاذ مره واحده يروح له، يفضل عالق في الجو ثانيه ثانيتين حاجه، وان هو يبقى عالق في الجو طول الوقت انا لابس كمامه حاجه ثانيه غلط. الكمامه احنا بنلبسها غلط، الكمامه لو ما استخدمناهاش بالطريقه الصح ممكن بالعكس تبقى هي مكان للفيروس. دي حاجه. الجوانتي بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا. الجوانتي استخدامه اني انا لما المس حاجه فيها السطح ده عليه الفيروس انا بمنع ان هو يوصل لي. وانس ان انا لمست بيه، بمجرد ان انا لمست بيه سطح، المفروض ان دوره انتهى. اللي انا بشوفه النهارده ان الجوانتيات ملبوسه اليوم كله. بالظبط كده. هنا هنا اصبحت ايه؟ الجوانتي ده اصبحت اداه لتحويش الفيروس واعاده نشره. فالجوانتي معمول علشان خاطر انه الاطباء وهي بتتعامل مع الحاله، او انا لو انا قاعده في مكان غير امن كل ما استخدم حاجه، مثلا قررت ان انا اروح اسحب المرتب بتاعي من مكنه الاي تي ام، ده احنا لازم نتكلم على الاي تي ام دي، المرتبات خلاص نازله. بالظبط كده. أيوه. لان احنا عندنا مشكله في الاسطح الملساء، يعني زي ما قلت لحضرتك لسه مش فاهمين الفيروس قوي، بس احنا فاهمين كويس قوي ان هو بيعيش على الاسطح، عشان كده قلنا الاحذيه، وعشان كده بنطهر حاجات البيت بكلور. مفترض او الكلام كتير على انه بيعيش على الاسطح، كل ما يكون املس اكتر زي الستانلس ممكن يعيش اكتر، وفي ابحاث بتقول او كلام بيقول ان هو لغايه 9 ايام. فهنا بقى مشكله، يعني هنا البس الجوانتي، مجرد ما تتعامل مع السطح ده اقلعه على طول، لكن الجوانتي طول النهار. بالظبط كده، ونتخلص منه بالطريقه الصح، ما نلمنوش كده، نتخلص منه بالطريقه الصح. اتنين جوانتي على بعض خطر جدا. برضو بقيت الاحظها، اتنين وفي ناس بتلبس الجوانتي وعليه الخواتم، يعني في شويه حاجات كده مش مظبوطه. اهم من الجوانتي 100 مره اغسل ايدك كتير. أيوة. التوصيات بتقول كل 20 دقيقه، ولو مش كل 20 دقيقه قادر تغسل ايديك، هنا يجي دور الالكول جل او المطهر اللي انت بتعمل بيه ايديك. لكن الجوانتي الكمامه غلط خالص، ما يعني احنا بنستخدمهم غلط لدرجه انهم ممكن يكونوا يزودوا العدوى. اما البي بي اي اللي هي بتاعه الدكاتره هم عارفين يعملوا ايه، ولو احنا عندنا لا قدر الله حاله مشتبه فيها بنتعامل زي الدكاتره. ايوه والله يا دكتوره، يعني كان نفسنا نقعد معاكي حلقتين ثلاثه نتكلم عن الموضوع ده، وربنا يعديه على خير. يعني ضيفتنا اللي كانت منورانا في الاستوديو الاستاذه الدكتوره دعاء زكريا، استاذ الامراض المعديه والتغذيه الاكلينيكيه بطب عين شمس، ورئيس الجمعيه المصريه للطب الوقائي. نورتينا واسعدتينا وافدتينا. ستمر وهتبقى كل حاجه زي الفل ان شاء الله. عايزه اقول بس كلمه للست المصريه، من فضلك نوري بيتك بابتسامه بموت حلو. الرجاله دلوقتي مضغوط عليها، الازمه لها توابع اقتصاديه. الرجاله اللي سابت شغلها او قعدت في البيت او بتشتغل من البيت، او الناس اللي هي بنسميهم ارزوقيه، اكل عيشهم متاخر يتعطل، هتلاقي اعصابهم مشدوده. ولادك، ابتسامه المجتمع كله مسؤوليه الست، فاحنا عايزين نحافظ على معنوياتنا ونبقى فرفوشين كده، وهتعدي ان شاء الله. ان شاء الله.